حسلطان معالي كل ما تبغي هيالك من الاصايل يملك غوالي الحمار. مشاهدينا متابعينا الاعزاء في كل مكان، اسعد الله صباحكم، هذا بكل خير، احييكم من جديد وارحب بحضراتكم من هنا من ميدان السوان، ميدان الأصالة بإمارة رأس الخيمة، لنتابع معكم هذا المهرجان، هذا الاحتفالات الكبيرة، مهرجان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، ثاني أيام هذا المهرجان، ومع سن المفاجآت ومع سن الحقايق، على بركة الله وحفظه وتوفيقه أعلنت انطلاقة شوطنا السابع الذي يحمل في طياته فئة الجعدان لسن الحجايج، أعداد كبيرة من الأسماء المشاركة تشاركنا في صباح هذا اليوم، مع أيضا هذه الانطلاقات المميزة على بركة الله وحفظه، نسير إلى بداية الشوط إلى المركز الأول، نتابع البداية والصدارة، الفارع بالمركز الأول هلال بن عمير بن مران المنصوري يقدم لنا الفارع على المركز الأول، بينما المركز الثاني مردف محمد بن إبراهيم بن شاهين بن ربيعة الشامسي يتقدم على المركز الثاني، حاضر هنا شعار بن ربيعة في المركز الثاني، المركز الثالث القادم هنا وابل لعمر بن عبد الله بن مطر بن حاذه الاكتبي يأتينا في المركز الثالث من الجانب الآخر، تسلل وحضور جميل، شعار أيضا قادم هنا شعاري بالحب يقدم لنا غازي محمد بن عبد الله بالحب العامري، بينما المركز الخامس وصل هنا بن حاذه يقدم لنا وابل عمر بن عبد الله بن مطر بن حاذه الاكتبي، بينما تدخل الباهر هو القادم لعلي بن خليفة بن خميس الغويص السويدي قادم، حاضرينها للرفاعة من الجانب الآخر، القادم سكر سليم بن حمد بن سالم الشيباني يتقدم، الاكتبي حاضر هنا مع هذا الأداء الكبير، بينما الوصول والقدوم أيضا من الوضيحي لمحمد بن عبد الله بن مطر المسافري يقدم لنا الوضيحي على المركز السادس، سابعا الباز قادم لعلي بن عبد الله بن سالم المسافري يقدم الباز، بينما التدخل مع القادم شايم احمد بن سلطان بن رشيد السويدي، شعار الخطير حاضر في هذا الشوط المثير، التدخلات القادمة، وانطلق هنا مغادر لحمد بن علي بن شطيط الوهيبي يتقدم على المركز الثامن، المركز التاسع يأتينا هنا القادم ميسور احمد بن سيف بن حمد المجعلي يتقدم بهذا الاداء الكبير، المركز العاشر الباهر القادم لعلي بن خليفة بن خميس الغويص السويدي، هذه العشر المراكز الاولى المتقدمة، لنعود الى الصدارة، لنعود الى الفارع الذي لا زال بالمركز الاول يواصل المسير، هلال بن عمير بن مران المنصوري يقدم لنا الفارع، يا زال بالمركز الاول يسير بهذا الاداء الكبير، 1500 متر ما بقى عن خط النهاية، القادم في ثاني المراكز مردف لمحمد بن ابراهيم بن شاهين بن ربيعة الشمسي، ومن الجانب الاخر يحضر ايضا هذا الشعار يتقدم مع المركز الثالث، هذا هو مغادر لحمد بن علي بن شطيط لوهيبي، المركز الرابع تدخل القادم الواصل ميسور احمد بن سيف بن حمد المجعلي قادم، وصلت الاسماء، وصل وابل عمر بن عبد الله بن مطر بن حاذا قادم بالحب يتقدم، بدأ الكل يسير بدينا نقترب من الكيلومتر الاخير، من المتر المثير، الله 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 الله، يا لها من تحديات، يا لها من إثارة، بدأت حرارة الشوط بالارتفاع وبدينا هنا في الأمتار الأخيرة، أين يغادر السلام بدل هنا وغير إلى المركز الأول، غير هنا القادم الحاضر مزاحم لحمد بن قضيب بن مصبح الكعبي الكعبي الكعبي، وبن حاذة مع وابل عمر بن عبد الله بن مطر بن حاذة، والقدوم
القادم، القادم هجام لمحمد بن حمد بن مبارك بن سالمين المنصوري. أين السلام يغادر؟ المنصوري، المنصوري لا زال مع المركز الأول. المحاولة، المحاولة هنا من ميسور أحمد بن سيف بن حمد المجعلي، ولكن من الجانب الآخر، من الجانب الآخر الواهي، الواهي لمحمد بن عبد الله بن شمير الكتبي، بن شمير الكتبي والمنصوري وبن سالمين المنصوري، بن سالمين، بن سالمين هنا مع المركز الأول، مع الكادر الأول يقدم لنا هجام محمد بن حمد بن مبارك بن سالمين المنصوري. اللحظات الأخيرة، الواهي يحاول لمحمد بن عبد الله بن شميل، بن شميل، بن سالمين، بن شميل، بن سالمين، بن شميل، بن شميل غادر مع الفوز. تهانينا والناموس لمالك الواهي محمد بن عبد الله بن شميل الكتبي. بينما المركز الثاني هجام لمحمد بن حمد بن مبارك بن سالمين المنصوري أتى مع المركز الثاني. المركز الثالث، المركز الثالث ميسور أحمد بن سيف بن حمد المجعلي. المركز الرابع، المركز الرابع لأحمد بن سلطان برشيد هنا رايق عفوا لمحمد بن علي بن عبيد برشيد الكتبي. المركز الخامس، المركز الخامس زاهي لسالم بن عبد الله بن شامس المحاربي. هكذا مشاهدينا الاعزاء كانت الخمس المراكز الاولى المتقدمه. تهانينا لمالك الواهي محمد بن عبد الله بن شميل الكتبي، من قدم الواهي في الامتار الاخيره ليحقق هذا الانتصار. التوقيت الزمني 5:53 وفاء وتماما وكمالا. تهانينا وناموس لمالك الواهي محمد بن عبد الله بن شميل الكتبي. بينما المركز الثاني حضر في هجام وقدم العرض الذي يشكر عليه 5:53، ثلاث اجزاء من الثانيه لمحمد بن حمد بن مبارك بن سالمين المنصوري. بينما ثالثا التوقيت الزمني 5:54، ثمان اجزاء من الثانيه. توقيت، توقيت مشاهدينا الاعزاء ميسور احمد بن سيف بن حمد المجعلي. المركز الرابع، المركز الرابع مشاهدينا الاعزاء. توقيت الزمني 5:54، ثمان اجزاء من الثانيه. توقيت رايق محمد بن علي بن عبيد برشيد الكتبي. والمركز الخامس التوقيت الزمني 5:55 وخمس اجزاء من الثانيه. توقيت زاهي لسالم بن عبد الله بن شامس المحاربي. هكذا الخمس المراكز الاولى. تهانينا والناموس للجميع.